الانسان لما بيتوب لربنا سبحانه وتعالى ربنا بيعامله كانه انسان جديد ربنا يقول كده عبدي انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي انت واحد جديد ربنا مش هيعاملك بالماضي بتاعك وبالتالي احنا في ديننا لما واحد بيتقدم لبنت مش المفروض انه يسالها عن ماضيها وغلطاتها مع الشباب ولا هي كمان تسال السؤال اللي كله شك ده احكيلي عن غلطاتك مع البنات قبل ما أعرفك إحنا بنعرف بعض بشخصياتنا الموجودة حالا الآن. الكذب إن أنا أتسأل سؤال فأجاوب بخلاف الحقيقة. وبالتالي إحنا المفروض نستر على نفسنا. لو اتسألت عملت إيه غلطات مع البنات قبل ما تتقدم لي، عملت إيه إنتي مع الشباب قبل ما أنا أعرفك وأتقدم لك وأخطبك، المفروض تبقى الإجابة دي حاجة خاصة بي أنا. ومش المفروض يتسال سؤال زي ده انت تقدمت لي زي ما انا دلوقتي لو شخصيتي مناسبه بالنسبه لك انا مرحبه جدا بالعلاقه دي ونفس الكلام يقوله الولد لكن ان احنا نخش علاقات نلزم الطرف الثاني انه يحكي لي تاريخه طب ما هو تاريخه فيه اشياء فيها احسان وجمال وفيها اساءه كل ابن ادم خطاء السؤال ده شيطاني جدا وبيورث الشك وبيربي البني ادم على محاسبة اللي قدامه على حاجة هو مش المفروض يحاسبه عليها ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فاحنا هنستر على نفسنا طبعا ومش محتاجين نكذب أنا في أسئلة لما تسألها أقول ده حاجة خاصة بي أنا مش عايز أتكلم فيها ولو اللي قدامي مرضيش يكمل العلاقة بعد ما سأل السؤال ده وأنا ما حبيتش أفصح عن ماضية حتى لو ماضية ده ما فيهوش حاجة يبقى الشخص ده عنده شك زائد وعنده رغبة في السيطرة مش المفروض ان العلاقه دي اصلا ممكن تبقى مؤذيه جدا في المستقبل والله اعلم